لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. وكنتمنى بان البرد ما يكونش قضى عليكم وانكم كتاخذوا لا فيتامين سي لاننا كنحتاجوها في هذا الوقت بزاف على حسب المناعة. على ذكر لا فيتامين سي, اليوم جيت نهضر لكم على هذا منظف للوجه من لا مارك ناو اللي كنت خديت من لو سيت اي هيرب. هذا منظف الوجه كنت خديته خصوصا لانه فيه لا فيتامين سي اللي كتفتح لون البشره, وفيه عسل مانوكا اللي هو مضاد للبكتيريا وكتساعد على التئام البشره, وفيه لانياسيناميد اللي كتحسن من مظهر البشره وكتسد المسامات الواسعه وكتنقص اوميم طون من تصبغات البشره. هاد المنظف للوجه كيتستخدم لجميع انواع البشره. ها هي كتبينها هنايا موت سكين تايبس. انا اللي عجبني فيه بزاف سيكو هاد منظف الوجه لم يتم اختباره على الحيوانات, و سون بارابين و سون غلوتين. كتبين هنايا بارابين فري, يعني ما فيش البارابين. هادو من الحاجات اللي كيعجبوني انا في المنتجات اللي كنكون كنستخدم, بحكم ان انني عندي البشره جافه وحساسه. انا خديته حيت قال لك بانه كيصلح تقريبا كيوان من اغلب انواع البشره, مزيان الناس اللي عندهم البشره فيها بزاف الالوان, يعني ما عندهمش توحد لون البشره. هذا المنتج هذا كيوحد لون البشره وكيحيد شحوب الوجه, وميم طون كيحيد لي سيكاتريس اللي في الوجه واثار حب الشباب, وكيعطي واحد الاشراقه للوجه. طريقه الاستخدام ديال هذا المنتج كيتستخدم في الصباح وفي الليل باش يبان هذا الافي ديالو, تبان النتيجه ديالو. على حسب التجربه ديالي انا الشخصيه, انا كنستخدمه بالصباح وبالليل. التجربه ديالي الشخصيه وبحكم انا عندي بشره جافه وحساسه, كنعاود نقولها لان من اصعب انواع البشره هي البشره الحساسه واللي كتكون جافه. انني ملي كنغسل به وجهي ما كنحسش بان الوجه ديالي ناشف وهذا, يعني كنحس بوجهي عادي كانني ما غسلتوش, يعني ماشي من ناحيه ديال النظافه, لا كنحس بانه مرتاحه فيه, يعني ما ناشفش. ثاني حاجه سي كو عنده واحد الرائحه منعشه ديال البومبلوموس وديال البرتقال, وكيعطي واحد الاشراقه للبشره. فريمون هادشي اللي كانوا كاتبين عليه في لو سيت اي هيرب, وايفيكتيفمون هادشي اللي لقيت بانه كيغسل مزيان وكيعطي اشراقه للبشره وفي رائحه زوينه. هادشي كله كنت قريته كان مكتوب في لا ديسكريبسيون ديال المنتج. اما بالنسبه للرائحه ما كانوش كاتبينها, ولكن انا اكتشفت بان الرائحه ديالو زوينه. هو كيجي على هاد الشكل هذا, كيتحل هكا. اغلب المنتجات ديالهم كيتحلوا بهذه الطريقه. هذا المنتج فيه 237 مليليتر, والتاريخ ديالو تيكون هنا, مده الصلاحيه ديالو 2021 شهر 11 غادي يسالي. فوالا هذا الشيء اللي كاين. وبالنسبه للثمن ديالو داير 65 درهم فاصلة 42, واللي درتو كود الخصم اللي غادي نخلي لكم في صندوق الوصف تيبقى 62 درهم فاصلة 15 درهم, دونك كتنقص لكم واحد 3 درهم فاصلة 27. يعني الا كنتو خديتو بزاف تاع المنتجات ودرتو كود الخصم ديالي كتنقص لكم 3 درهم من هذا المنتج, 5 من هذا, على حسب كل منتج وشحال كيتنقص لكم فيه. يعني الا جيتو تجمعوا كلشي كتلقاو واحد بانكم ربحتوا واحد كذا 70 درهم 100 درهم على حسب العدد ديال المنتجات اللي خديتو. بون فوالا, الا عجبتكم لا فيديو ديالي عادي خليو, ما سمحوا لي, الا عجبتكم لا فيديو ديالي خليو لي لايكات وخليو لي التعاليق ديالكم, وشاركوا في القناه ديالي وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد. وسمحوا لي هذا النهار شويه مخربقه, وشكرا وفي امان الله.